السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. هذه حلقة جديدة من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، اليوم حلقتنا راح تكون حلقة خاصة عن البطاقة الوطنية. البطاقة الوطنية وأهميتها بالنسبة للمواطنين أكيد محورنا الرئيسي لهذا اليوم. ضيف حلقتنا السيد العميد حسن حاتم دور مدير قسم شؤون الأحوال بغداد الرصافة. نرحب بك أجمل ترحيب بسيادة العميد. أهلا وسهلا بك دكتور. شكرا لحضورك. أشكرك وأشكر قناتكم الكريمة على الاستضافة. الله يحفظك العميد حسن. طبعا بالتالي نشكر السيد اللواء على إتاحة الفرصة لإرسال نخبة من ضباطه لتقديم المساعدة وإفهام الناس عن آلية العمل في دوائركم. شاكر جهودكم وشاكر لمؤسستكم. الله يبارك بيك. احنا طبعا بخدمة المواطنين، احنا دائرة خدمية، فإن شاء الله نكون قد أحسن ظن المواطن الكريم، وإن شاء الله نقدم له الخدمة اللي هو يرضى بها إن شاء الله. أحسنت سيادة العميد. وللأمانة يعني خاصة الجوازات والجنسية والإقامة، ما أعرف الاسم، مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة. جدا متعاونة مع الإعلام، وللأمانة من عميد الغام إلى كل الإخوان اللي معيتكم جدا متعاونين. حلقاتنا كثيرة كانت في البطاقة، في الكرادة، وجوازات في الكار، وجنسية، كل الدوائر هي كانت مهيئة فعلا لإقامة حلقات تخدم الناس. بارك الله بكم. الله يبارك فيك. بداية دكتور، شد ملاحظة بسيطة، يعني احنا ترى مديريتنا يمكن اكبر دائرة على مستوى الدولة تقدم خدمة للمواطن. يعني احنا عندنا بطاقة سكن، بطاقة وطنية، جوازات، الإقامة، شهادة الجنسية، كل هاي احنا يعني فتدري على كل مستوى العراق، يعني باليوم راجعنا اكثر من 100,000 مواطن. كل دوائر، على كل دوائرنا يعني. ونسبة الإنجاز نقول هسه احنا فتحنا موضوع على كل دوائركم مراجعات. ايش قد تتوقعون يعني تخمين نسبة إنجازكم باليوم؟ احنا حاليا باليوم يعني تدري احنا كدوائر هواي دوائر مختلفة، بس احنا كنسبة إنجاز هسه احنا حاليا تقريبا دخلنا بنظام البطاقة الوطنية دخلنا تقريبا ما يقارب 23 نسمة. 23 مليون نسمة. ممتاز. فطبعا بها حتى المتوفين، يعني احنا حتى نكون واقعين حتى المتوفين، بس المتوفين ما يوصلون يمكن اقل المليون، فدخلوا بالنظام الالكتروني. يعني احنا عن طريق معالي وزير الداخليه والسيد الوكيل والسيد اللواء المقترحات، ولا حتى الخارج العراق اللي ما يقدر يحضر ممكن ان يسوي وكاله وشهاده حياه وندخله بالنظام ونسجله ونعطيه رقم وطني وندز له صوره قيد الكترونيه خارج العراق. ممتاز. نعم. ممتاز. جيد. إذن بداية موضوعنا راح يكون عن آلية العمل. نعم. دائما كل مواطن يريد يراجع الدائرة، أنا مثلا أول ما أريد أصدر البطاقة فما أعرف آلية العمل، شلون آلية صرف البطاقة، شلون أراجع، شلون مثلا عن طريق الحجز الإلكتروني أو المباشر، إيش أخذ وياي، يحتاج أولادي أخذهم ما يحتاج، هاي الآلية أدعف عن اليوم. نعم أستاذ. مبدئيا أول الحجز الإلكتروني، طبعا إحنا عندنا دوائر تعمل بنظام الحجز الإلكتروني، دوائر مفتوحة نهائيا بدون حجز أي مواطن حسب الدائرة وزخمها. أكو دوائر عندنا مثل دائرة الرصافة، مدينة الصدر، دائرة بغداد الجديدة تعمل بنظام المناطقية. يعني على مكتب المعلومات مثلا هاي المنطقة وهاي المنطقة مكاتب معلومات، فدت 3 مناطق يوم الأحد، يوم الاثنين هيك، يوم الثلاثاء على الجدول المناطق المنطقة. وأكو على الحجز الإلكتروني مثل بعض الدوائر اللي مو زخم قوي عندها، وأكو دوائر مثل دائرة الأحوال المدنية في الكرادة الشرقية بدون حجز إلكتروني، بأي مواطن شو وقت ما يراجع يحضر لأن ما بيها زخم مفتوحة سابقا. أكو دوائر لا يعني عندنا حجز إلكتروني عليها لازم يقدم مسبقا. هي هاي كلها موجودة، ترى موجودة، وممكن هسه ازودكم الرابط الالكتروني مال الحجز الالكتروني، الرابط مال سحب احنا الاستمارة الالكترونية. المواطن مرات اذا ما يجي تدري احنا ما عندنا بدوائرنا يسحبها من المكاتب برا الموجودة خارج الدائرة، صح، او كتاب العراق. فمرات المواطن ممكن تتقبل الخطأ اذا كان خارج، تتقبل الخطأ. احنا 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 مجرد بس يقرأ الباركود مالتي من يرجع المدخل بيانات والمدقق، يدقق. طبعا يدقق ويصلح
احنا مو مالي كتبه اي شيء كتبه المواطن احنا ندخله رسم، يعني احنا عندنا سجل سجل نرجع له، سجل اساسي الابو نرجع له، مرات اللقب نسخ من انتم كله داخله بالحاسب كله. هسه العراق كله داخل تقريبا داخل، يعني ما عندكم عفوا نسيت العمليه يعني بعد ما عندكم صحه صدور او روح الجنسيه كذلك عفوا هاي يعني هي مرحله اتكلم لك بيها. احنا المشكله 1/1/62 بدينا نعمل بسجلات الاحوال المدنيه لتعداد 12/10/57 فمن 1/1/62 الى يومنا هذا تقريبا صار 60 سنة يعني اخطاء كثيره، يعني تدري الكتابه اليد يخطا موظف يخطا حتى بدون عمد يعني بدون قصد، فهوايه النقطه تجي اكو فجينا اكو عندنا مناشير وتعليمات، طبعا القانون البطاقه الوطنيه رقم 3/2016 يعني هو قانون مطلق ما تمام، سوينا تعليمات اكو نظام صدر عليه هسه ان شاء الله عن قريب، سوينا تعليمات، التعليمات بها صلاحيات، يا يعني مرات المواطن هم يتذمر يجي على مدخل بيانات مو صلاحيته، حتى مدير دائره مو صلاحيته، مدير الدائره الدوائر ترفعها اليمنى للقسم يمنى، مرات حتى احنا اللي قسم يعني ممكن شخصي كمنصب مدير شؤون احوال المحافظه احكي على مستوى العراق هم عنده صلاحيه لازم يرفعها وين؟ للمديريه العامه اللي هي بشارع الرشيد حاليا يم بصف عقارات الدوله، مديريه شؤون الاحوال المدنيه بها اقسام، بها قسم تدقيق السجلات، قسم الواقعات، قسم السجلات الاساسيه، كل شيء واختصاصه، مرات هذول يعني لهنا يلا يقدرون هم يحلون لان عندهم صلاحيه. فهي صلاحيات حتى بالقانون او بالتعليمات من تشوف للوزير او من يخوله، للمدير عام او من يخوله، فمرات معطينا التخويل مرات ما معطينا يعني بحالات. يعني مثلا هسه تبديل الاسم مو صلاحيتنا. فقط راح نرجع يعني ف اذا هسه حتى مثل ما تفضلت راح تكون بالترتيب. انا جيت اليوم كمواطن اريد اطلع بطاقه الوطنيه. نعم احنا الاليه اول يسال انت يعني نعم. حتى يعرفون المشاهدين نعم. انت على بغداد احوال بغداد اللي هي الكثافه السكانيه بس ترى هي كل يعني كل البطاقه بكل العراق هو نفس يعني نفس الاليه بس احشي الكثافه السكانيه بالضبط، بس احنا الكثافه يعني احنا دائره احوال مدينه صدر اكبر دائره بالعراق صح تعادل محافظ فالمراجعين يعني مالتها بكثره. حمد حسين انا عندي معامل جاي اقدم بطاقه. نعم انت اول احنا اول ما يبدي المواطن هو الاستماره، وقلت لك ممكن المواطن يسحبها من اي مكان. مرات يذمر يجي من الدائره يقول مبلغ غالي هاي، واحنا حتى حاطين قطع باب الدائره غير مسؤولين على سحب الاستماره هاي. يسحب استماره يراجع للدائره وفق الجدول، اذا وفق المناطقيه على الجدول المناطقيه، اذا حجز الكتروني على الحجز، اذا مفتوح فري فهو باي وقت ما عندنا مشكله. فبالاستماره مستمسكاته الاصليه اللي هي هويه الاحوال المدنيه، شهاده الجنسيه العراقيه، بطاقه السكن. جيد هذني الاصليات. عندنا حالات تصير مثلا شهاده الجنسيه العراقيه اكو جيم بغداد او جيم صح. المحافظات بين ال 90 ال 2000 او 3 او ال 2000 هذني ما لها اوليات. اها فمرات نطلب من عند اسناد شنو؟ نطلب ابوه اخته شقيقته، المواطن هم يتذمر يعني بس هي يعني احنا نريد نسوي. طبعا بالمناسبه نظام البطاقه الوطنيه فد نظام رصين واحدث نظام، احنا نقول انا دائما اقول هسه هو احسن نظام بالعالم، بس العالم تقول يعني ايش دعوه هالمبالغه، هي مو مبالغه والله، بس احنا جينا متاخرين سويناها، فجينا اخذنا من كل الدول العالم شكو شيء موجود، شكو سكيورتي، شكو خلينا بالنظام. فمن صار النظام نظام رصين، البطاقه الوطنيه رصينه، ما ممكن ان تزور، ما ممكن ان تخترق، فمن دا نجي ندخل نريد ندخل معلومات مضبوطه. المهم وصلنا احنا شهاده جنسيه، وقع ضابط الشهاده الجنسيه، لو المفروض كمل الشهاده الجنسيه يتحول على مدخل بيانات بالدائره. اي احنا عندنا محطات نسميها مدخل واحد مدخل اثنين، يتحول على احد المدخلين قبل قبل ادخال المعلومات. قضيه يمكن اللي يتجاوز 10 سنوات اللي اعرفها احنا بالوثيقه هو النظام العالمي. قلت لك هاي اول ما بدينا سوينا النظام قلل 12 سنه
احنا ما ناخذ من عنده المعلومات البيومتريه بالشكل، هو ما ناخذ منه معلومات بيومتريه بس مجرد صوره، لان المعلومات البيومتريه جوا 12 سنه ممكن ان تتغير، اللي هي شنو بصمات 10 اصابع، بصمات العين، حتى الوجه. ف مرات مثلا عمره 11 سنه يفقد البطاقه هويه الاحوال، يجي يطلع البطاقه بالنظام يعطيه فقط سنه بالبطاقه مده انتهائها سنه. يجي المواطن ليش سنه يا ابو مترى، من يصير 12 لازم يجي ناخذ معلوماته البيومتريه اللي هي بصماته، فهي هم تصير عندنا بها مشاكل. احنا الجوال 12 سنه ما نعطيهم الا في حال مثلا ما بيها صوره، صورته كلش صغير الطفل وما مبين، تدري من السنه لل 12 يعني او لل 10 سنين يتغير ملامح، فعليه استبدالها. هو احنا حاليا يعني ترى بدوائرنا بكل الدوائر مبلغين انه حتى حتى فوق ال 12 اللي ضابط هويه الاحوال المدنيه مالته صادره بال 15 16 17 18 هي تمشي بدوائر الدوله. ترى ما دوائر الدوله ما معترضه على هويه الاحوال المدنيه. جيد. الا في حال انه فيها بها تلف صوره يعني تدري ما واضحه، بس يعترضون عليه. جيد. نعم. رحنا على مدخل بيانات، ومدخل بيانات يبدي يدخل البيانات مالته. منين ياخذ البيانات؟ ياخذ البيانات من السجل المدني اللي حكيت لك عليها، سجلاتنا اللي كنا نعمل بها، من السجل المدني ومن شهاده الجنسيه اللي وقعها ضابط الشهاده، وبطاقه السكن اللي يحملها المواطن اللي هي تنظيم محلات السكن مال مكاتب معلومات. ياخذ المعلومات يدخلها بالنظام يكمل يطابقها. طبعا احنا عندنا اكو بالبطاقه الوطنيه اكو رقم عائلي، اكو رقم عائلي حالي نسميه رقم عائلي ولادي. الولادي شنو؟ دائما لازم نربط الشخص ويا ابوه مهما يكون عمره. زين. حتى اذا كان عمره 100 سنه احنا لازم نربطه ويا ابوه. بس اللي اكثر من يعني اللي مثلا ما مسجل ابوه مثلا متوفي قبل ال 57 ما راح نقدر نربطه، يبقى ولادي وحالي عليه. ليش هاي؟ هاي بالمستقبل يعني اي واحد مثلا توفى والده وده يسوي قسام شرعي، على هذا رقم الولادي راح يقدر يوصل لكل العائله. مستقبلا احنا ان شاء الله بعد ما نخلص كل التسجيل كل المواطنين راح تبدي انت بعد ماكو شيء اسمه احوال الرصافه والصدر والكرخ والبصره، انت موجود حاليا ونفوسك مثلا خلينا نقول بالموصل وانت موجود بالبصره، ممكن تراجع بالبصره تطلع بطاقه وطنيه. زين، هذا اللي مثلا ابوه متوفي. نعم. يعني هسه يريد يطلع بس ابوه متوفي، لازم يطلعون بطاقه لابوه يعني رقم يطول ابوه؟ لا لا لا، بس احنا مو كل متوفي هسه المتوفين يعني اللي يتوفى حاليا مثلا ما نقدر بعد ناشر وفاته الا نسجله بالنظام الالكتروني. يلا ناشر وفاته تسجيله فقط، تسجيله هو تسجيله هو يسجل بالنظام الالكتروني. فاحنا اي هسه يتوفى حاله حال اي مواطن يسجل فقط انه ما بي صوره تدري متوفي وهو موجود، لا صوره ولا معلومات بيومتريه، اما يدخل بالنظام حاله حال اي مواطن. جميل. فاحنا هو الرقم الوطني راح يظل من ولادته الى ما بعد وفاته. يعني هو هسه المتوفي ما يتكرر الرقم؟ لا لا، ما 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 عندنا ارقام متشابهه ما يتكرر. بعد ما رحنا البيومتري تشيكوه كمل المدخل بيانات كمل، يتحول على محطه ثانيه يسموها مدقق. يدقق المعلومات اللي دخلها المدخل، ويدقق ويا المستمسكات ويا يعني كل الاجراءات. بعدها يحولها اكو شيء اسمه محاسب، محاسب يبدل المبلغ يعني شوف ايش عنده، ثم بطاقه وطنيه فقط ما بيها تاشير زواج اعتقد يمكن 1000 دينار، يعني هاي شغل المحاسب ما اعرف ايش قد المبالغ بالضبط، بس هي البطاقه الوطنيه 5000. بعد ما اخذ من عنده المبلغ المطلوب على البطاقه الوطنيه حولها على المصرح، المصرح النهائي اللي هو يصرح المعامله ويرفعها للنظام. اللي احنا نسميه مصرح، هو مدير يعتبر يسمونه المدير، مدير المحطات خلينا نقول. والله صرحها رفعت للنظام، النظام بها اكو معالجه بها تدقيق بها عمليات تجري، بس هاي بالنظام الكترونيا بدون تدخل، يعني بس تدخل بس تدقيق يعني مو هاي، يصدر رقم وطني يصدر رقم وطني يرجع للدائره، تقدر برا ربع ساعه تقريبا نص ساعه حمل رقم وطني المواطن، ممكن ان يطلب صوره قيد الكترونيه ونص ساعه.
يقول لي صوره قيد الكتروني، تطلع لي صوره القيد الالكتروني حاله حال الصوره الموجوده بالبطاقه الوطنيه نفسها، تطلع مطبوعه طباعا وكامله، وهو يدي يطلبوها يعني بدوائر الدوله بالمعاملات، خاصه احنا مرات البطاقه الوطنيه دي يصير عندنا شويه بالطبع تاخير، يطلبها يروح يطلع يصدر جواز بيها، يصدر اجازه سوق، يصدر اي شيء بيه. جيد، احنا عندنا هذا السؤال عن المعوقات ان شاء الله ان شاء الله حلقه ان شاء الله العميد، لكن هي تنويه للساده المشاهدين، من لديه استفسار حول البطاقه الوطنيه ممكن الاتصال على الارقام اللي راح تكون زميلنا المخرج اسفل الشاشه، ممكن تتصلون بينا وان شاء الله تكون خدمتكم، وايضا يكون جواب مباشر للسيد العميد حسن حاتم مدير شؤون الاحوال بغداد الرصافه. طبعا هي ومثل ما تفضل فقط البطاقه الوطنيه، اريد حتى نستثمر الوقت بحضور السيد العميد، لان مثل ما تفضل السيد العميد البطاقه الوطنيه فقط هي عينه الاحوال الرصافه لكل دوائر الدوله بالعراق اللي تخص البطاقه الوطنيه، نفس اليه العمل، نفس استخراج المواطن اللي يستخرج بطاقه وطنيه بالبصره ونفس المواطن اللي يقدر يستخرجها في بغداد. بعض الاحيان بعد ما امتلك انا البطاقه، هسه انا استلمت البطاقه. نعم. لكن فقدتها. او ممكن تلفت، فقدتها انسرقت، فقدتها بسهوا. شنو الواجب علي ان اقدم حتى اعيد بطاقه اخرى نفس البطاقه اللي امتلكتها في المطار؟ احنا ما عندنا اي اجراء بها ثاني، فقط احنا نطلب انه يسوي ابلاغ بها. ابلاغ وين؟ ابلاغ بمركز الشرطه او يم القاضي بالمحكمه التحقيق او محكمه معروفه بالقاضي. يقدم يجي منه البلاغ انه فقد البطاقه الوطنيه، نرجع مرتلخ يجي بس يقدم طلب، يقعد يصور. نصور ليش نصوره؟ احنا يعني اجى مواطن وقال صدرت البطاقه ولا يقدر نسحب له راسا ونطيه، احتمال اكو انتحار صفه، صح اكو، فلازم نصوره مرتلخ وناخذ معلوماته اذا مطابقه طبعا المعلومات ما يقدر يعني حضرتك هسه حاليا تراجع بدائره احوال المنصور مثلا وبصمت بصماتك صارت بالنظام بعد كل هو صارت بالنظام. النظام مربوط واحد، حتى كردستان للعلم يعني اربيل سليمانيه دهوك كله بعد باي مكان، بس تحط اصابعك بصماتك او بصمات عينك او راسين يقول لك انت فلان مراجع بدائره فلانيه. عباس من الديوانيه، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمري انا بلا زحمه، انا قدمنا حفيدتي قدمت لها على بطاقه مال الوطنيه. بل ومن الشهر الرابع لحد الان ما طلعت. من الشهر الرابع زين. اي والله، ولحد الان ما طلعت وما اعرف شنو، كل ما اروح يقولون بعد ما جايه ما جايه. جيد. شنو السبب يعني هذا التاخير؟ هم مثلا يحددون موعد ثابت وواحد يروح عليه، يقولوا ست شهور، خمس شهور. تمام. تمام ممنون لك عباس، ممنون لك الله يحفظك ان شاء الله. هسه تسمع الجواب من السيد العميد. عندنا اتصال اخر، قطع اتصال. جيد، الحد ما يتامن يعني نفس السؤال. نعم. تحدثنا قبل البرنامج. اي نعم، هو قضيه التاخير. بالضبط، التاخير دي احنا قبل شهرين او ثلاثه احنا البطاقه الوطنيه سوينا عقد من البطاقه الوطنيه مع الشركه المنفذه. نعم، طبعنا 3 ملايين بطاقه طبعا بامر السيد معالي وزير الداخليه وبامر السيد الوكيل الاستاذ حسين العوادي باشراف المباشر من السيد العام. طبعت كل البطاقه والنظام يعني صفر النظام، طبعناهم كلهم، بقى بس اللي مثلا بده يحضر حاليا ما مطبوعه بطاقه. حاليا اكو عقد مال البطاقه الوطنيه، بدنا نستورد، عندنا 5 ملايين بطاقه بدها تجي. تدري احنا الموازنه وعلى الميزانيه، ميزانيه الدوله متوقفه على بس يطلقوها يوقعون العقد، فهي بدها تتاخر طبعا، لان يعني بطاقه وطنيه الخام احنا هسه عندنا يعني العدد مو كافي. ما اعرف بالضبط، تدري مو اختصاصي هذا العدد ومو اختصاصي، احنا طباعه مو يمنا، احنا علينا انجاز المعامله طباعه مو يمنا.
بس العدد مو كافي، وان شاء الله يعني الايام القريبه جايه يعني تنطبع كلها ما تبقى. وبنفس الوقت احنا نقول للمواطن عباس من الديوانيه اذا يحتاج مثلا صوره قيد لغرض الاصدار جواز، لغرض الاتخاله بالتموينيه، لغرض هاي، ممكن ان يراجع داره يستحصل صوره قيد ويستخدمها حاليا ماشي كحل بديل. احنا يعني احنا ما نقول كحل بديل بس ماشي بكل الدوائر. زي السؤال هذا راح يربط بسؤال اخر. نعم. انا ما اريد اطلع بطاقه وطنيه الان، يعني شنو الملزم عليه؟ يعني لازم اطلع بطاقه؟ احنا حاليا ما جابرين المواطن على اصدار البطاقه الوطنيه، بس هي يعني لازم يدخل بالنظام، يدخل معلومات ونصدر له بطاقه وطنيه لكل العراق. احنا حتى ندخل قلت لك احنا تأذينا حال من النظام الورقي. صح. احنا 60 سنه نعمل بالسجلات. طبعا. السجلات صارت بها يعني اشكال، صار بها يعني تدري اخطاء، يعني انا اخطاء على مختلف الاخطاء يعني كلها تخطا. فاحنا والمواطن بدنا نتحمل اخطاء السابقين. صح. يعني مو بس المواطن، حتى احنا بدنا نتاذر. يعني احنا تدري عمل زاد ان احنا بمكان ما الموضوع يعني قيده واضح وكل شيء ما بيه وتمشي راسا وروح المواطن ثم ظل يروح ندز بيان الولاده لقى السجلات محترقه. تدري قمنا ندز حتى للمدرسه، نريد نطلع القيد المدرسي حتى نربط له ونصلح له. صح صح. فده يتاذر، احنا اللي نتاذر والمواطنين، والمواطن اكثر من عندنا طبعا. احنا اصلا داعمين الى ان تكون الحوكمه. بس ايه بس هي يعني مشكله الاخطاء اللي صارت عندنا. صح. وان شاء الله احنا بدنا نحلها. وقلت لك احنا عندنا هسه اكو منشور صدرناه رقمه يعني تعليمات موجوده لهي، يعني انطى صلاحيات للموظف الموجود، انطى صلاحيات المدير الدائره، انطى صلاحيات المدير قسم شؤون الاحوال. يعني هوايه امور بدنا نحلها، بس بنفس الوقت مو لازم يجري بها تحقيق. صح. اداري، لان اكو اخطاء مثلا احنا ما نقدر نعرف هاي متعمده او متعمد، يصير بها تحقيق اداري على الموظف او اذا مواطن. طبعا. يكون مساهم وياه على المواطن. احسنت، جزاك الله خير. سيد العميد حسن. ظافر من صلاح الدين، السلام عليكم ظافر. الو السلام عليكم ظافر. عليكم السلام، شلونك استاذ العزيز؟ فدوى عينك حبيبي الغالي، تفضل بخدمتكم. استاذ انا 23/3 استلمت بطاقه وطنيه ولحد الان ما استلمناها. نفس السؤال. هسه مربط. اي بخدمتك ظافر حبيبي، يعني مثل ما تفضل سيد العميد. تسمح لنا اكرر نفس جوابك. اي نعم. نعم. فقط على الموازنه او ممكن توفر اموال قبل الموازنه لتغطيه نفقات اصدار البطاقه الوطنيه. قبل الموازنه اذا اجتنا مبالغ من الحكومه لسد المبالغ الموجوده للشركه حتى تصدر لنا البطائق بما يعدل 5 مليون بطاقه ان شاء الله تصدر عن قريب، واذا لا سامح الله ممكن يكون على الموازنه. يا ظافر ما اعرف تسمعني يا ظافر؟ اقول لك شكرا استاذ، شكرا استاذ. عمر حبيبي ظافر، شكرا. مثل ما قلت لك استاذ دكتور، يعني مثل ما هو اي مواطن حاليا قلت لك احنا البطاقه الوطنيه صوره القيد الالكتروني تعوض تماما عن البطاقه الوطنيه. احنا ما نقول يعني احنا ما راح نصدر بطاقه، ولا بالعكس. صح. لا احتمال بهاي الايام احتمال اكو اعداد واكو دراسه احنا دي نطبع، يعني يطبعون بس وفق جدول. هاي الجداول قلت لك والله مو اختصاص كان وضحتها بالضبط. طبعا. بس مو بس دي يطبعون، اكو طباعه واكو تسليم ودي يستلمون المواطنين. تدري احنا اكون يعني اهم هاي مناشده للمواطن، هوايه عندنا بطاقات مطبوعه ما يجون المواطنين يستلمون بكثره، يعني اذا مو مئات الالاف بالملايين. يعني اذا ما اذا ما يحتاجها ليش راح اسوي له؟ بالضبط يعني، وما ودي يجي يستلمها. اكو والله ناس سنه مرت عليهم ما جاي مستلم. يعني هسه لو بالدائره اطلع لك من دوائرنا يعني ضمن قاطع بغداد الرصافه يعني مثل مديريتنا هوايه اكو مدير يجي يستلم. لا والله قبل تسوي لقاء قبره. لا بالعكس والله بالعكس، احنا مرات يعني المواطن يقول لي اكو هوايه يعني هم ما يعني يجي مجرد يطلعها وما مدى يستفاد من هذه. اي صحيح. ما يعني مدى يجي ياخذها والله. تمام. يعني وطبعا بالمناسبه عن طريق سيد معالي وزير الداخليه والسيد الوكيل الاقدم استاذ حسين العوادي والسيد العام
هواية نزلنا اعلانات انه البطاقات انطبعت تعالوا استلموا. بالمناسبة تنطبع بطاقته نظام تنطبع بطاقته تجي رسالة اس ام اس على التليفون بطاقتك انطبعت تعالوا استلموا. يعني هو ما يحتاج حتى يجي للدائرة ويسأل. هي اذا تجي رسالة انه انطبعت بطاقتك لين هو حاط رقم تليفون. اذا حاط رقم تليفون صحيح طبعا بالمناسبة. هسه ممكن نقول بنسبة بسيطة ظروف معينة سفر او معوقات لكن بهذا العدد لا نسبة كبيرة. ممكن اكو احصائيات اذا يعني انا قلت لك ما ادري انه اكو احصائيات لازم اجيبها موجودة يعني احصائيات ومئات الالاف على مستوى العراق يعني لاحظناها بالكرادة ايضا يعني. اي موجودة ممكن هسه يعني لو اتصل باي مدير دائرة حاليا من دوارنا هاي يعطيني عدد ايش قد موجود عنده حاليا مستلمين مع العلم مطبوعة. جيد هذا راح يحيينا على قضية على البنى التحتية. سيادة العميد يعني انت رصافة ورصافة مو ادراك مرصافة نعم. على قولتك محافظة والله يكون بعونك طبعا لا الحمد لله لا بالعكس احنا يعني هل البنى التحتية كافية لتغطية كل هذا العدد السكان؟ احنا هي الموجود اللي نعمل به حاليا ما اقول لك كافي بس احنا مثلا مدينة الصدر حاليا تعمل بنظامين صباحي ومسائي نعم اكو دوام صباحي ودوام يبدي من الثنتين الى اعتقد الستة العصر دوام مسائي دوار دولة عندنا احنا الدوار يغطي يغطي ممكن مو قلت لك احنا دوارنا دائرة مدينة الصدر دائرة من الدوار اكبر دوار بالعراق دائرة الرصافة حاليا هسه احنا بدنا نعمل على انه تصير دوام مسائي احنا هي البنى التحتية اللي انت تقول عليها يعني هو العقد من صار ويا الشركة يعني صار على عدد تدري احنا كل سنة تقريبا نزيد اكثر فدوائرنا كبرت يعني ما كانت هيك عدد عفوا نسيت بس اقاطعك بس على نعمة من السويد هي تصل يعني يلا لين خارج يلا يلا السلام عليكم نعمة مرحبا اخي مرحبتين يا مرحبا وسهلا بك حياتي للاسف وللضيف العزيز الله يحفظك اهلا وسهلا بك انا من التسعينيات طالع وهويتي قديمه هوية احوال مدنيه شاي جنسيه زين اي يعني هذا شلون نطلع على الجديده بطاقه وطنيه هسه انت حاليا بالسويد ساكن نعم انت حاليا بالسويد ساكن بالسويد مدينه بيستروس جنب اجاوبه تفضل سيد العميد اخي العزيز اهلا وسهلا بك اولا احنا البطاقه الوطنيه كبطاقه وطنيه ما تصدر اذا ما يحضر نعم. المواطن اللي بها معلومات بايومتريه مثل ما قلنا اللي هي بصمات 10 اصابع نعم. زائد بصمه عين زائد الصوره المباشره بس ممكن احنا ندخلك بالنظام بنظام الالكتروني ونرسل لك صوره قيد الكترونيه اللي هي انت اذا تريد تستفاد من عدم مثلا بالجهاز بالهاي فممكن ان وكالة تحمل صورتك وصورة الموكل اذا ترسلها للعراق نصدر لك ندخلك احنا حتى من يجي واحد ما ينتحل شخصيتك فنطلب وكالة لا ما ينتحل لا انا ما اريد انتحال نطلب وكالة وشهادة حياة لان احنا تدري انتم خارج العراق قدر الامكان نريد نحافظ عليكم وعلى املاككم احنا المشكلة اذا تصير عندنا تزوير كبير انتحال صفة نستفاد منها يعني العفو اذا قاطعك يعني بالانتخابات واحد يصير عنده شغله يجي كل شيء تستفاد من عندهم إيه. ومن تجي هنا ولو انا عندي يعني جواز سويدي بس هذا يعني بتعرفك انت انا عراقي يعني لا لا واحنا اذا دخلناك بنظام المعلومات بنظام البطاقة الوطنية من راح تجي للعراق ما راح تحتاج كل شيء بس مجرد تحضر ناخذ معلوماتك البيومترية إيه. وتصدر لك البطاقة لان انت داخل بالنظام انا راح اسوي اسبوع وكاله اي شخص بداخل العراق يسوي له وكاله والافضل وكاله وشهاده حياه هو الافضل احنا دائما نقول للمواطن سويها خاصه بينا بدائره الاحوال المدنيه حتى ما نتعب للمواطن لان مرات التصديقات من يروح للخارجيه اذا تكون عامه يتعب بيها صح فنسويها خاصه بالاحوال المدنيه انت وين بيتك الاحوال عندي وايد بغداد جديدة ضمن القاطع نعم يعني ضمن نعم نفس الشيء وبكل الدوائر العراق
يعني هسه وشفت مثلا وكلت فلان ابن فلان ابن فلان هو اللي راح يوكله مراجعة دارة البطاقة الوطنية في بغداد الجديدة لغرض تسجيلي بالنظام ومنحي صورة قيد الالكتروني فقط. هاي الفورمة أنا بغداد جديدة السجل 51 والصحيفة 75. نعم 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 واضح واضح يعني موجود. نعم نعم إيه. عندك سؤال آخر نعمة؟ لا لا بس هذه يعني مهمة. يعني هاي بطاقة بعد ما احتاج لا شهادة جنسية ولا لا لا هي صورة القيد الإلكتروني تعوضك عن هوية الأحوال المدنية وشهادة جنسية. زين إن شاء الله يجيكم شخص وزين هذا يعني يحتاج يقول انه اتصل إذا وكذا حتى اذا يقول يتوجه مباشرة الى مدير الدائرة عقيد وعد وهذا الرجل من الضباط الكفؤي يتوجه له مباشر ويقول له انا باحد البرامج عميد حسن اتصل به شخص ووجهني انه اجي عليك وتدلل. شكرا. واذا اريد يجيني ام يجيني انا بشارع المغرب قسم شؤون احوال بغداد الرصاف شارع المغرب العميد العميد حسن. حسن حاتم حسن حاتم اهلا وسهلا. اذا قلت الشخص الثاني مدير الدار هو مدير الدار عقيد وعاد مدير دارة احوال بغداد جديدة. ها يعني بغداد جديدة. نعم عقيد وعاد. نعم شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بخدمتك اخي العزيز. شكرا على اتصالك. شكرا على اتصالك اخي العزيز. نرجع نتحدث عن البنى التحتية نعم. وما كملنا الاجابة بسبب اخونا لان كان عنده مشاكل من خارج العراق. نعم فانتم كافيه تتوقع تطمحون يعني كعدد لا مو كافي. احنا طبعا نطمح للاكثر بس تدري يعني احنا محددين ما يعني صح. ما نقدر فنعمل بالموجود ونعمل والله احنا نقدم خدمه للمواطن. احنا المواطن مرات هم يتذمر ما ادري تدري زخم عندنا كلش خاصه احنا نواجه الزخم بالعطله بالعطله على موسمكم موسمنا احنا يعني موسم بالضبط يعني العطله لان تدري المواطن كله راح يجي يريد يسوي جواز سفر يريد يسافر خارج العراق ياخذ عائلته فتره العطله يعني هاي يستغلها المواطنين احنا نتاذى بها يجينا المواطن تدري ويراجع المشكله يعني والله هم حق المواطن. احنا انا دائما اقول انا بجانب المواطن بس بنفس الوقت انا هم موظف عندي هم الحق عليه يعني موظف ما اقدر موظف اضغط عليه اكثر من طاقتي. اثنين احنا الموظف مرات بهالوضعيه احنا بهالالكترونيه ومن الضغط عليه ومن الزخم ده يخطا صح لان مره مو تدري احنا عملك ما بي خطا المفروض ما بي خطا بس تدري مرات والله تجينا مواطن يعني بمكان الذكر كاتب انثى مكان الانثى كاتب يعني من الزخم ومن اللود العالي وتدري المواطن من يخطا وياه يعني يتدمر علينا يا والله مهم زخم عندنا وهم موظفنا وهم لحق علينا والله هسه احنا يعني تدري مرات حتى الاجازات محدديه بسبب الزخم وان شاء الله نقدر عليه منقصر بيه ان شاء الله اكيد. سياده العميد فاضل من بغداد السلام عليكم فاضل. انقطع فاضل نعتذر عنك اذا تحب تكرر اتصالك احنا بخدمتكم ان شاء الله. زين راح نجي على موضوع ايضا موضوع ما يقل اهميه عن اصدار البطاقه هو تغيير الاسم او اللقب. نعم كثير من الناس يعني يقول لك اني لقبي راح اغيره او اسم جدي اغيره وحق اعتقد مره واحده يمكن تغيير احنا اللقب. بالماده بالقانون يقول من حق المواطن يبدل اسمه ويبدل لقبه ماده 22 قانون البطاقه الوطنيه بس ما ممكن اذا بدله سابقا ابوه او هو ما ممكن ان يرجع له. اها يعني مره واحده فقط لا ما ممكن ان يرجع له اللقب يعني ممكن هسه مثلا مواطن يجي يقول انا ابويا بدل لقبي ومثلا سوى فلان شيء بدلا من فلان شيء اذا اريد يرجع للقب السابق نقول له ما يصير بس ممكن ان يبدل لقبه. احنا مرات اكثر المرات اللي يجون تدري ما يختار غير عشيره هو صح بس احنا تدري عشائرنا افخاذ تمام يعني مثلا هسه انت مثلا من تجي على الساعدي مثلا صح اكو بعده افخاذ ممكن تمام. يسمون تجي على الدليمي مرات الدليمي تلقي افخاذ تمام الف هداوي النمراوي البمر الى اخره يريد يسبب اسمه فهو يجي يقول مثلا ابويا بدل لقبه من الدليمي سوى البو مرعي مثلا زين احنا لا احنا البو فهد ممكن ممكن بس ما يقول يرجع للدليمي ما ممكن يعني ما ممكن يرجع للقب السابق البدل من حق المواطن يقدم طلب حاليا يعني بس الموافقه احنا ياخذ موافقه مبدئيه من مدير الجنسيه العام
كانت او يعني من معالي الوزير او الوكيل او المدير الجنسيه العام ياخذ موافقه تجينا بها اجراءات. يعني المواطن لازم فاتح له دوائر مثلا ضريبه، يعني احنا تدري ممكن ان مطلوب له ضريبه وده يبدل لقبه او اسم، فاتح له الجوازات ممكن عليه منع ودي وفاتح له الامنيه، يعني امنيه جهه امنيه فاتحها انا بدون ذكرها فاتحها لان ممكن مطلوب وده يبدل اسمه او لقب، فاتح له شؤون الجنسيه هي اللي اهم شيء. لا طبعا وزائدا نطلب نشر بالجريده، هاي بالقانون نشر بالجريده لمده 15 يوم. اي جريده؟ اي جريده رسميه. وش نطلب من وش نكتب احنا بالهاي بالضبط؟ من لديه الاعتراض مراجعه المديريه خلال فتره اقصاها 15 يوم. يعني ممكن احنا يجي واحد يريد يبدل لقبه، واحد يعترض يقول انا ما اقبل هذا مو لقبه واني هذا اعرفه واعرفه، يجي يعترض يمنا يقدم اعتراض بس الى فتره 15 يوم، بعد ال 15 يوم حتى اذا اعترض ما يقبل اعتراض. ووراها طبعا هاي ندزه للدائره الفرعيه، نطلب من عنده شهود اثنين من نفس العشيره، نطلب تأييد الشيخ العشيره اللي هو راح ينتمي لها. نعم، ما يحتاج الشيخ العشيره اللي يخرج منه، لا الشيخ العشيره اللي راح ينتمي له، زائدا هويه شيخ العشيره ومسجله عندنا بالوزارة الداخلية، عندنا احنا مديرية عامة مديرية شؤون العشائر تحية للسيد عبيد ناصر مديرها. لازم اني أؤيد انه هذا الشيخ العشيرة وهاي المسجلة عنده، مسجل انه هذا الشيخ عشيرة فلانية. بس هاي اجراءاتها طويلة بصراحة. مو احنا مو هي لا يعني قلت لك انت من سألت من دا اشرح لك تقول لي ما يفوتكم شيء، وتدري يعني احنا اكو هواية شغلات احنا تدري بوضع مو طبيعي كنا ولا هاي، فلازم نتخذ هاي الاجراءات. جيد. يعني اكو ايضا يعني هواية مشاكل صارت سيادة العدل بصراحة بخصوص تشابه الاسماء، يعني خاصة من كانت المرحلة الكتابية وهواي ناس راحت لأن اسم الرباعي، وفعلا اكو عندنا لحد الان اكو اسماء تطابق حتى الرباعي. وانت عارف نعم موجود موجودة نعم لكن ممكن الام هنا تفرق مرات. احنا حاليا بالنظام من يدخل بالنظام وهذا النظام عفوا راح يخضع على قضية التشابه؟ نعم، لان احنا عندنا قاعدة بيانات كاملة وداخلة بيها الاسماء المطلوبة والاشخاص المطلوبين، وعندنا يعني خلينا نقول شلون بلاك ليست اللي هي الهاي بالضبط، يعني شلون بالضبط هيك يعني. فمن يطلع هذا الشخص المطلوب يلقون القبض عليه. جيد. نعم، يعني ادخال المعلومات هي نفس المواطن لكن انت تلقى اسم الام مواليد والتفاصيل كامله. بالضبط التفاصيل كامله. فمن وقلت لك من يصير عندنا انه هذا ترى مطلوب مطلوب لأب طبعا. بالمناسبه احنا الناس من يقول مطلوب راسا يدخلوها انه بس فقط للارهاب، لا اكو ناس مطلوبين مثلا يعني احد الاشخاص مطلوب الى بلديه الحله عند سمعت في المطار اكو ناس رجعوه. اي بالضبط مطلوب يعني مو مفد يعني بس اكو ناس قلت لك احنا ليش ندز له ضريبه؟ مطلوب للضريبه، الضريبه مطلوب وممكن عليها بالقائمه السوداء موجود اسمه يسدد ضربته، يعني مو الا مطلوب احنا نقصد فقط ارهاب او جريمه. لا لاي شخص لاي قضيه مطلوب. جيد. شنو المواطن يحتاجه ضروره يحتاجه بالخارج؟ بطاقه؟ البطاقه الوطنيه خارج العراق ما يعني هو الجواز العراقي معمول به بخارج العراق، اما البطاقه الوطنيه يحتاجها فقط بالسفاره العراقيه. فاحنا قلت لك الصوره هويه تعريفيه هويه تعريف، فاحنا صوره القيد الالكترونيه لان هو ما يقدر يحضر حتى نطلع له بطاقه، تعوض عنها مبلغين كل سفارات العراق الخارج العراق والسفارات بالدول العراقيه مبلغين انه حال البطاقه بده يعملون بها. بما انه احنا وصلنا على مشارف نهايه الحلقه سياده العميد، وانا اسفين لا بالعكس بالعكس احنا اتمنى اطول حتى نقدر العالم يعني المواطن خطيه ان شاء الله سوينا معكم ب 45 ان شاء الله. حاضرين. الله يسلمك سياده العميد. ما هي مميزات يعني احنا تحدثنا عن تفاصيل دقيقه جدا خصوص البطاقه الوطنيه، اريد اتعرف على مميزات البطاقه الوطنيه اللي جهد الحكومه وجهد الوزاره يصير باتجاه تنفيذها.
شنو المميزات اللي هاي البطاقة؟ يعني مميزات السكيورتي وكذا وتفاصيلها. السكيورتي احنا هو عندنا يعني اكثر من تقريبا والله عدد بالضبط بس فد عدد يعني فد رقم بها ما ممكن ان تتزور. هو ممكن البطاقة الوطنية ان هي شخصية تتزور؟ لا، ممكن ان يزورها المواطن، بس انت من يقدر يخترق النظام حتى يدخل هاي المعلومات حتى تقراها؟ شكله ممكن وشكله مستحيل هو يجيب هنا في السير، بس ممكن. بس البطاقة الوطنية ما ممكن ان تزور، ما ممكن، لان احنا عندنا قارئ. ممكن القارئ بس تقرا، يعني الباركود يقرا بس بالدوائر الرسمية باي مكان. يعني اما اكون نظام حتى يمكن بالهاتف بالموبايل ما يقرا. ما يقرا، نعم. ثاني شيء هي بها شلون السيم كارد صح مال الموبايل، بها معلومات المواطن كلها. هذا هاي ما ممكن اني مستحيل اني ازوره، ولا اكو شيء امكاني حتى بخارج العراق مو بداخل العراق ما ممكن اني ازوره. قلت لك احنا اخر من عملنا بهذا النظام اخذنا كل الشغلات السكيورتي الزين بالنظام خلينا. فالبطاقة الوطنية ما ممكن أن تزور، بس احنا ممكن مثل ما شرحت للمواطن ممكن انتحال صفة دي يصير عندنا. يعني مثل ممكن عميد حسن يحضر بمكان دكتور حازم لأسباب يطلع، بس يطلع بطاقة بمكان دكتور حازم ويطلع اسمه حازم فلان، بس ما ممكن بعد يطلع باسمه بصمة. فدي يعني تصير عندنا ونكون يعني يجي مرة ثانية. صارت هواي عندنا، صارت يعني خلينا نقول عشرات، صارت عندنا حالات، عندنا هواية صارت ممكن. بس بالأخير إنه هم حالياً بالسجن. إذا هي محكمة جداً، ما بيها أي اختراق ولا أحد يقدر يخترق. ممتاز. سيادة العميد كلمة أخيرة لك. والله احنا انا اول شيء اشكركم واشكر قناتكم، وان شاء الله احنا يعني انا اطلب من المواطن بس هاي الفقره الاخيره، اي عرقله تصير عنده بكافه دوائر العراق يرجع المدير الدائره. ثق مدراءنا كلهم الموجودين ان شاء الله قد المسؤوليه وهاي، وهو يحل مشكلته، واحنا بدنا نحل مشاكل المواطنين والله بالتليفون مرات. فاني اتمنى، وخاصه انا احكي على بغداد الرصافة، بس كل دوائر العراق المواطن اي مشكله عنده يرجع المدير الداره يقعد يمه يقول له واحدة اثنين ثلاثه، وترى كل مدراءنا ده يستقبل المواطنين بكل رحابه الصدر، واحنا ان شاء الله نحل كل مشاكل المواطنين. أحسن. اللي الله يقدرنا عليه، وان شاء الله نرضي الله ثم نرضي المواطنين. أحسن. ان شاء الله. بارك الله بك. الله يبارك فيك. نطمح له حتى نتمنى بالمستقبل نلغي البرنامج اذا ماكو مشاكل وتمشي ان شاء الله. ان شاء الله مستقبلا ترى يعني ممكن نربط ويا كل الدوائر. هذا شيء ايجابي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله بس نخلص الحوكمه يعني ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا سيد العميد حسن حاتم مدير قسم شؤون الاحوال بغداد الرصافه، شكرا لحضورك، شكرا من راس الهرم الى اخر منتسب لديكم الله يبارك في هذه الدائره. اشكرك جزيلا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقه تقبل تحيات كادر البرنامج، انا مقدم البرنامج حازم الحربي، نلتقيكم باذن الله تعالى يوم السبت القادم في الساعه 9 مساء. في أمان الله.